السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بمطبخي. انا بفيديو سابق سوينا الخبز العربي الابيض المنفوخ، فكتير اجاني تعليقات خالي بيصير بالطحين الاسمر، فاليوم ان شاء الله بدنا نسويه بالطحين الاسمر، الطحين اللي الحبه كامله. انا هذا استخدمت هذا المكتوب عليه فول كورن، يعني هذا حبه كامله كمان بيصير، ليش لا، وبالصعب بيصير احسن وبيكون صحي اكثر. ان شاء الله اليوم بدنا نسويه كمان بنفس الطريقه وبيطلع معنا كمان ان شاء الله بنفس النتيجه. يلا نبلش. بسم الله. انا هون بدي احط ابلش بكوب مي دافيه. انا هون بدي استخدم الخميره هاي، ممكن تستخدموا كمان الخميره الفوريه كمان بيصير. انا هون حاطه نص مكعب، يعني تقريبا شي 10 جرامات. ونحن بدل عم نساوي كمان هيك شغلة صحية، يعني أنا بدي أحط هون معلقة عسل بدل السكر، إذا ما متوفر بتحطوا كمان سكر كمان بيصير. معلقة صغيرة عسل. بدي أدوبهم كتير منيح مع بعض هيك. أنا بعد ما دوبت كتير منيح، في عندي أنا هون حاطة نص كيلو طحين، هون في عندي معلقة صغيرة ملح، بخلطهم هيك مع بعضهم. بنزل شوي شوي. في عندي هون كوب تاني مي، بنحط شوي شوي بنشوف قديش بياخد معنا مي، يعني ما تحطوا المي مباشرة دفعة واحدة، شوي شوي. هي بدي احط كمان نص كوب وبنخلط. هلا انا بدي ابلش اعجن. شايفين عجينتنا ما شاء الله روعه، انا صار لي شي ربع ساعه عم اعجنها. طبعا طبعا اذا عندكم عجانه سووها على العجانه طبعا اسهل عليكم طبعا. وانا بالنسبه للمي حطيت انا كوب ونص مي، النص الثاني ما حطيته. طبعا انتم بتعجنوا وبتحطوا مي حسب الطحين طبعا. شايفين لازم العجينه تكون هيك طريه، يعني تكون ما تكون ناشفه، كل ما كانت طريه هيك شوي عم تلزق شوي صغيرة بيكون أحسن. يلا هلا أنا بدي أحط هيك شي معلقتين زيت مشان ألملم العجينة مشان ما ينشف وجهها. شايفين هيك بدي أغطيها وأحطها بمكان دافي لحتى تخمر. شايفين ما شاء الله اختمر، أنا خليته شي ساعة. شايفين؟ شوف شلون الخميرة جد روعة. يلا هلا ارشله شوية طحين، اطالعه من الزبدية. طالع منه اول شيء بنقطعهم هون القياس اللي بدكم اياهم طبعا. هلا بكورهم. بغطى بطحين هيك ومصفهم بالصينية. هلا برجع بغطيهم كمان، بنخليهم هيك شي ربع ساعة نص ساعة بعدين بنبلش الشغل فيه ان شاء الله. هلا ان شاء الله بدنا نبلش نرق بالخبز. انا خليته هون شي نص ساعه، شوفوا رجع تخمر مره ثانيه. يلا برشهم شويه طحين اول. دائما بنرجع بنسكر عليه، ناخذ قطعه قطعه بنسكر على الباقي. يلا شايفينها كثير منيح، احنا ما بدنا يكون كثير سميك ولا يكون كثير رقيق، لازم هاي السماكيه هيك. شايفين انا هون حاطه صينيه وحاطه فيها ورقه زبده، او اذا بتحبوا ترشوا على الصينيه شويه طحين كمان بيصير.
بس ضروري هلا كمان انا كل ما برق الرغيف بغطيه هيك مشان ما ينشف. انا خلصت هيك الكميه، هلا بغطيهم شلت كمان هيك شلت 10 دقائق مو اكثر بس، وبنبلش ان شاء الله بالخبز. هلا ان شاء الله بدنا نبلش بالخبز. هون المقلاية طبعا لازم تكون حاميه يعني فوق الوسط بشوي، وهون لازم نحضر كمان قماشه مشان اللي بيطلع راسا نحطه عليه. وبنبلش بسم الله. شوفين بس يصير هيك فقاعات شوي صغيره، نقلب على الطرف الثاني. شايفين شلون بلش ينفخ؟ يعني بنحاول نقلبها اكثر من مره. شايفين؟ احنا بدنا اياها تكون نار وسط مشان يستوي كمان العجين، ما يضل عجين. نقلب على الطرف الثاني كمان. اذا في شيء مكان طلع منه بخار بنسكره هيك. شايفين؟ هذا هو. شايفين؟ نفخه ما شاء الله. بنحطه على القماشة مباشرة. بنحط الرغيف اللي بعده. شايفين هدول خبزاتنا بعد ما خلصناهم خبز؟ جد والله طلعوا روعة جد. لازم افتح لكم واحد كمان وفرجيكم قلبه من جوا. شوفوا شايفين طري كتير. شايفين هي واحد تاني كمان. شايفين والله كتير كتير طري وما احلى، ما بفرق ابدا عن الابيض. شايفين وهي النتيجة، نفس الابيض ولسه هذا صحي اكتر واكيد كمان يعني مفيد اكتر. وإذا بتحبوا كمان تساوي الوصفة اللي سويتها بالخبز الماضي، أنا سويت فيه العرايس اللحمة، كمان بحط لكم إياها بصندوق الوصف، والمقادير كمان بحط لكم إياها بالكوب وبالجرام، بحط لكم إياها كمان بصندوق الوصف إن شاء الله. بتمنى يكون عجبتكم الوصفة، بتمنى إذا عجبتكم طبعاً بتحطوا لي لايك وشير واشتراك بقناتي إذا ما كنتم مشتركين، وأهلا وسهلا بالجميع والسلام عليكم.